إلى المشهد السياسي الداخلي الذي ربما لا تنقصه هو الآخر المفاجآت. بكرة كما هو معلوم مفترض أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب. بحسب اللجنة العليا للانتخابات تم قبول أوراق أكثر من 5000، تحديدا 5601 مرشح استوفوا الأوراق اللازمة من بينهم 298 سيدة. لم يتم البت حتى الآن في طلبات 509 ممن قدموا أوراقهم بسبب تأخر وزارة الصحة في منحهم نتائج الكشف الطبي، وفي مهلة منحتها اللجنة لاستكمال الأوراق لن تؤثر في موعد التصويت. لكن الحقيقة أن بكرة كمان هيكون اليوم المفترض أن تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان بعض قانون مواد الانتخابات النيابية وتحديدا قانون تقسيم الدوائر. المفاجأة التي أشار إليها الزملاء في صحيفة الشروق وانفردوا بها حتى الآن هو أن في مصادر أو نقلوا عن مصادر أن هيئة مفوضي الدولة تقريرها صدر بالفعل وأنه يوصي ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية. هذا الخبر حتى الآن انفردت به صحيفة الشروق، وإحنا هنستمع إلى محررها القانوني الذي انفرد بالخبر الأستاذ محمد بصل عشان يقول لنا. يعني أولا أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ منى. حتى الآن هذا الخبر أنتم المصدر الوحيد ليه حتى الآن؟ هو طبعا المصدر أكيد، يعني الخبر أكيد، هو في ثلاث حاجات تم إبطالهم في القوانين الثلاثة للانتخابات. أول حاجة تقسيم الدوائر الفردية اللي الخاصة ب 420 مقعد، ده هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أصدرت توصية ببطلان هذا التقسيم. النقطة الثانية المادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة دي كانت بتقول الآتي، هي بتزيل صفة النائب أو بتزيل صفة العضوية عن النائب الذي يغير صفته أو يغير انتمائه الحزبي أو المستقل. وكانت بتستثني المرأة النائبات النساء من حكاية إن هم تزول عضوياتهم لتغيير الصفة، يعني كانت عاملة لهم حكم خاص بإن تزول عضوياتهم إذا غيروا الانتماء السياسي والحزبي فقط. هذا طبعا برضو هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا أوصت ببطلانه باعتباره تمييز للنساء على الآخرين. أما النقطة الثالثة اللي تم إبطالها أو التي تمت التوصية بإبطالها هي المادة 25 من قانون البشرة السياسية، وهذه المادة بتقول أو يعني عاملة سقف للدعاية الانتخابية لمصاريف الدعاية الانتخابية بالنسبة للفردي وبالنسبة لمرشحي القوائم. فبالنسبة للفردي عاملة ما فيش تناسب بين المبلغ المحدد للمرشح الفردي والمبلغ المحدد لمرشحي القوائم في تمييز لصالح مرشحي القوائم، وبالتالي برضو فتم التوصية ببطلان هذه المادة. المواد المطعون على دستوريتها تقرير المفاوضين خرجت بتوصي برفض هذه الدعاوى، ولكن في معرض بحثها القانوني الهيئة عرض الآراء المؤيدة والرافضة لهذه المواد. طبعا المحكمة الدستورية بموجب القانون بموجب القانون 26/2014 بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بموجب هذا القانون المحكمة ستنظر هذه الطعون الأربعة يوم الأربعاء المقبل، وقدامها 5 أيام تفصل فيهم في هذه المسألة. طب انا عايز اسال حضرتك استاذ محمد، يعني هل المحكمة الدستورية العليا لازم تاخد يعني في حدود ما اعرفه، حضرتك صلح لي ان التقرير يعني تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا او مجلس الدولة هي تقارير غير ملزمة، صحيح، مجرد توصيات، ولكن في المحكمة الدستورية العليا دايما احنا متعودين على ان تقارير المفوضين بتبقى يعني مش مجرد توصية قضائية، بتبقى كمان ابحاث قانونية، يعني التقرير بيبقى ثري جدا وغني جدا بالمعلومات وبالعرض، لكن المحكمة قد لا تأخذ به، وفي النهاية ترجيح أحداهما على الأخرى. والسوابق القضائية الحقيقة بتقول إن في معظم الأحوال يتم الأخذ بتقرير المفوضين، وإن كان هناك بعض الحوادث المعروفة أو الوقائع المعروفة بعدم الأخذ بتقرير المفوضين. إذا أخذت المحكمة بتقرير المفوضين إيه هيكون مصير الانتخابات في الحالة دي؟ قولا واحدا، إذا أخذت المحكمة الدستورية العليا
بتقرير المفوضين الخاص بتقسيم الدوائر الفرديه ستتم الغاء ما تم من العمليه الانتخابيه واعاده فتح باب الترشيح مره اخرى بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر. يعني قانون تقسيم الدوائر هي النقطه الاكثر جدلا والاكثر تسببا في تاجيل الانتخابات اذا تم الحكم ببطلانها، لان الحكم ببطلان تقسيم الانتخابات تقسيم الدوائر سيؤدي بالاكيد الى اعاده فتح باب الترشيح. وطبعا احنا قدامنا اقل من شهر على موعد بدء اجراءات العمليه الانتخابيه، بدء الاقتراع، وبالتالي لن يكون، يعني سيكون من المستحيل تعديل قانون تقسيم الدوائر واعاده فتح باب الترشيح وانتهاء فتح باب الترشيح ومنح المرشحين فتره الدعايه الانتخابيه قبل بدء الاقتراع، وبالتالي سيتم تاجيل الانتخابات لا محاله اذا صدر الحكم بحط تحتها 13 خطوط، اذا صدر الحكم بتأييد توصيات هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه وبطلان تقسيم الدوائر الفرديه. شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ محمد بصل رئيس قسم الشؤون القضائيه في الشروق، والذي يؤكد أن تقرير مفوضي الدستورية أوصى بالفعل ببطلان تقسيم الدوائر، وزي ما قال المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بهذا التقرير لكنها في أغلب الأحوال تتجه للأخذ به. ويمكن مزيد من التفاصيل هنبحثها في خلال فقراتنا، ماذا لو صدر الحكم ببطلان ذلك، هل تتأجل الانتخابات، وهنستطلع مواقف الأحوال.